قلت لحضرتك هنبدأ نتكلم، نبدأ نتكلم الكلام الصحيح، نبدأ نتكلم الكلام الصحيح من 50 جنيه، ده على أساس التحزيمة اللي معمولة فيها البلد، مش لأن هنفتح ولا الناس هتاخد دولارات ولا الاستيراد هيبقى مفتوح ولا الكلام ده كله، لكن هنبدأ نتكلم على وضع التحزيمة اللي محزمين فيها البلد ومنعين فيها خانقينها، هنبدأ نتكلم كلام قريب من الصحيح على 50 جنيه. وكل ما البلد انهارت بزيادة، التفاهة بتحكم البلد، لازم تزداد التفاهات والفقاعات على السطح كعهد أي حاجة. اقرأ الكواكب بالله عليك، بلد مشغولة بالمسلسلات والإعلام كله لا يتحدث عن شيء غير المسلسلات، الشعب بيموت وهم ما بيتكلموش على إلا على المسلسلات، الإعلام عامل تغطية حية للمسلسلات، لا عامل تغطية حية للوضع الاقتصادي ولا الدولار ولا الذهب ولا الحرب إلا على حدودنا ولا جنودنا، لا الإعلام عامل تغطية حية للمسلسلات كأنها حقيقة، بيعملها استديو تحليلي كده. يعني لازم يولد عندنا محللين كده زي شلبوكا وشوشو شوبير وكده والناس دي للمسلسلات، نعمل استديوهات تحليلية. اليوم السائع إدارة إعلامية وراها كل المواقع عاملة تغطية حية للمسلسلات كأن المسلسل هو الواقع، الجمل اللي بيقولها الممثلين من بعض بيتعاملوا معاها لأنها واقع. فمتخيل العبث اللي وصلت له البلد؟ تخيل، وهو انت ما بقاش فيه يسمح اي حاجه، حتى الوعود الكاذبه ما بقاش فيه مجال لطرحها على الشعب، حتى الوعود الكاذبه ما بقاش فيه مجال لطرحها على الشعب، كل ده عشان يغطوا على الكوارث. الدولار بعد كلام مسؤول صندوق النقد اللي قلته لك، اللي هو اختارت بعناية تحت ضغوط شديدة كلمات مهذبة ان هي بتأخر القرض القسط الثاني، ومصر هتبقى كويسة وانا متأكدة ان شاء الله وعندي ثقة فيها هتبقى كويسة وتشرب اللبن. الدولار وصل في العقود الاجلة ل44 جنيه، وبنك التنمية الصناعية بيدي فايدة 39% على اللي هيحط 1,000,000 جنيه يديها له وقتي 39% على هيحط 1,000,000 جنيه. انت متخيل وصل لفين؟ 39% على هيحط 1,000,000 جنيه، 3 سنين ياخدهم وقت دلوقتي. وده شاغل الناس بانه يغير في نهاية المسلسلات، ولما مسلسل جعفر العمدة نجح غصبا عن عين ابوهم، حكيت لك حكايه مش عايز اعيد الوسخات دي تاني، هم اللي منتجينه، بس هم منتجينه ضرارا عشان تركي محمد رمضان ما يرتميش في حضن تركي، وكانوا بينجموا الواد جوز ياسمين وعايزينه يعمل حاجه بس ما التنجيم مش بالعافيه واخد نفس السكه. المهم جعفر العمده نجح غصب عن اللي خلفوه، ها باللعبة اللي بيلعبها محمد سامي، الشعب شايف نفسه محمد رمضان البلطجي اللي بياخد حقه، شعب مهروس ومطحون ومذلول ومنتهك، فنفسه بيدور على اي بطل ينتقم ويحقق انتقامه هو ويحقق بتاع كده يحققها على الشاشة، لانه ما عندوش شعبنا ما عندوش استعداد يدفع تمن اي حاجة، حقينا كده. فبما انه بقى المسلسل ماشي وكده، فاحنا نحط بقى مشهد يراد السيسي، نزق في بالاجبار مشهد يراد السيسي، وقال ايه امزقين مشهد بعد المسلسل اتقفل واتعلب وكل حاجه، لما اكتشفوا الناجح قال لك اللجان الالكترونيه بتاخد فلوس بالدولار في مصر عشان تشوه سمعه مصر، تبقى عايز تقلع المركوب تضربهم فوق دماغهم، هي انتوا سبتوا من حته من 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 عرض مصر ما انتهتوهاش، ويقول لك اللجان الالكترونيه بتاخد فلوس بالدولار في مصر، وحد بيدفع فلوس قدكم للجيوش الالكترونيه والزباب الالكتروني؟ قال لك لا، الناس اللي تطلع تتكلم وتقول الوضع مش عاجبها دول لجان، كل دول لجان. ده مشهد اقحم في المسلسل حضرتك، ده مشهد اقحم في المسلسل. قال لك بما اننا هنغير البتاع، خد يد يا محمد يا سامي حط اللقطه دي بقى بتاع احنا سايبينك تلعب، خد اللقطه دي حطها، والنهايه لازم تتغير. قصص غريبة وخزعبلية، بلد بقولك في حالة عجيبة جدا، بس لازم تقف بعيد عنها خطوتين عشان تشوفها.
وبالفعل نزلوهم يغيروا النهاية ويصوروا مشاهد تانية في بلد منهارة. والمخرج محمد سامي طبعا تحت تأثير البيادة قالك لا ده احنا نزلنا عشان حاجة تانية. بلد بقت كلها عبارة عن مسلسلات في مسلسلات، حتى بهنات قوات المسلحة مسلسلات، واحمد السقا خلوه يعمل مسلسل 10 حلقات عشان الارهاب، وقالك اتصلوا بيه قبل رمضان بكم يوم وقالك هنصور مسلسل دلوقتي عشان السيسي اتضايق عايز يزود جرعة الحرب على الارهاب، مش هو الارهاب قفل؟ قالك لا بس اصل احتمال يرجع تاني. فبلد منهارة وسط ازمة اقتصادية بتعلن انتصاراتها في المسلسلات واي بتنجان. حسبي الله ونعم الوكيل، ده قصيدة من مواطن مصري عن بلد المسلسلات. الممثل يوفيه التهليسة، كاد الممثل ان يكون طليسا، حسب الممثل ان يكون اماما في شهر رمضان الكريم جليسا. اما الامام فقد تحشرج صوته واختار طوعا ان يبيع هريسا، والعلم اضحى في المنابر وصفة، كيف السبيل لصنع كيلو بسيسا؟ جهل وكذب وافتراء معمم، خان الأمانة وارتضى التدليس، والجهل يخلع كل يوم ثوبه فوق العباد فأصبحوا جواميسا. أما المعلم فالرذيلة أصبحت صرحا يحاول جهده التأسيس، زمر ورقص والسناتر غرزة فيها الجهول تصدر التدريس. لا تحسبن الله يغفل ساعة، لا تحسبن الله يغفل ساعة، إن كنت تملأ بالحرام الكيس. تبا لجهل قد ألم بجيلنا حتى ارتضينا عنزة أو تيسا، يبني وينشئ بالقرون مثقفا فهم الحياة كنكتة أو فيسا. يا كل من أضحى الظلام بفجره شبحا يروع طفلتي عتريسا، سجين قبرك يا ديوث، سجين قبرك يا ديوث، ألا انتظر في القبر فجرك لن يكون أنيسا. اسبل بغائب أرض مصر وأهلها أن يكرموه ويلعنوا التكديسا، حسب المهازل أن تصير منابري عمرا وموسى والسفيه وعيسى. يا قوم إني ناصح فاستبشروا ولتحضروا التدليج والتسييس، ولتسألوا ملكا يئن رفاته هل مصر كانت يا فؤاد بريسا، هل مصر كانت ذات يوم جنة حقا وكان نساؤها إيزيسا، حتى سقاها الرب صوت عذابه صاح الأمين فزلزل التضاريس. الشعر يبكي يا هشام بحرقة فالجبن أبدا لن يكون هويسا، الشعر يبكي يا هشام بحرقة فالجبن أبدا لن يكون هويسا. الشعر سيف قد يفجر حده في الصخر نهرا أو يبت خسيسا، الشعر سيف لن يكون لفارس ركب الهوان أو اقتفى إبليسا. أنا شاعر قد مزقته همومه جيشا وشعبا شرطة ورئيسا.